الحمد لله آدم ابني احتسبناه عند الله شهيد. من ضعاميس الجنة، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء بقدر، والحمد لله رب العالمين. يعني قتلت الأطفال آدم عمره سنتين، قتلت الأنبياء آدم عمره سنتين، قتلت الأنبياء، ونحن رضينا عن الله، اللهم ارضى عنا، رضينا عن الله. وقتلوا ابن إلي اسمه علي، علي إسلام وسعيد، كمان منقول رضينا عن الله. وقتلت أمي بالأمس شهيدة أيضا، رضينا على الله. وقتل من آل أبو سعيد تقريبا 12 شهيد، رضينا على الله. كثير منهم أطفال واحتسبناهم عند الله، ونحن نعلم علم اليقين أن الله أغير على الشهداء منا. ونحن نقول أن الله سينتقم لدماء الشهداء، ونسأل الله أن ينتقم لدماء الشهداء بالمسلمين في هذا الزمان. أنا آدم ابني وعلي ابني قتلوه اليهود.